شرف لينا ان احنا نتواجد مع حضرتك يا فندم، ارقام وخبره كبيره. حضرتك مقتنع تماما ان اهم حاجه ان احنا نخاطب الغرب، ما نقعدش نخاطب نفسنا باستمرار؟ لا انا ما قلتش كده بالظبط، يعني انا قلت الهجوم بياتي الينا من الغرب، فيبقى في اهتمام بهذا الموضوع. هذا ملف من الناحيه دي. مش انا متفق مع سيادتك. انا مش عايزين نقول اهالينا يعني. لا طبعا، زي ما قال الاستاذ محمد عبد العزيز ان احنا دورنا اساسا ان احنا نشوف حقوق الانسان بتاعتنا بنفسنا، بس وبرضه لازم ابرزها للخارج. فهو ده اللي انا عاوز اسال فيه، ماذا فعل المجلس الاعلى للاعلام في مخاطبه الغرب؟ النقطه الثانيه يا فندم، ابراز او يعني توجيه مجلس الاعلام للصحف القوميه والقنوات الفضائيه، ابراز ما يحدث في مصر من تطوير في مجالات كتيره جدا، منها طرق اسكان، نقل العشوائيات، ان دي كل الحاجات دي حق من حقوق الانسان، وده دور بتقوم به الدوله المصريه وبقياده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهم بيتكلموا فقط ما بيبينوش ان ده حق من حقوق الانسان بيتم داخل الدوله المصريه. شكرا.